اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يوم الخير النهارده، هنعمل رز بلبن بمناسبه شفا جوزي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا احسن من الاول بكتير. فانا كنت قلت هعمل رز بلبن واطلعها لله، هوزعه على جيراني وهوزعه في المنطقه اللي انا فيها، مش يعني زي ما بيقولوا ايه، مش هقعد ادور على حد، لا هم اولى بصراحه. بصي يا بنات، انا هعمل 7 كيلو لبن، 7 كيلو لبن بلدي. شايفين الكوبايه دي؟ كوبايه الا ربع رز، كوبايه الا ربع رز على كل كيلو لبن، كل كيلو لبن عليه كوبايه الا ربع رز او كوبايه حسب ما انت بتحبي الرز كتير، بس هو كوبايه الا ربع احسن. ماشي، 7 كيلو لبن عليهم 2 كيلو ميه او 3 كيلو ميه، يعني احنا كده وصلنا ل 10 كيلو مواد سائله. عليهم زي ما بيقولوا، زي ما قلت لكم، انا حسبتهم في حدود 6 كوبايات، 6 كوبايات رز، يعني 10 كيلو سائل عليه 6 كوبايات رز. خدوا مني يا بنات 2 كيلو سكر، وخدوا مني نص كيلو اللهم صل على النبي كريم شانتيه، وربع كيلو نشا. نص كيلو كريم شانتيه وربع كيلو نشا. انا عملنا ايه يا بنات؟ بصوا بقى، انا جبت اكبر حله عندي المونيا، وحله اللي هي الجرانيت، وايه، رحت حاطه فيهم ميه، وقسمت الرز ما بين الاثنين، ورحت نازله بشويه سكر هنا وهنا، والميه غلت، ورحت نازله بالرز. بسلق الرز الاول يا بنات في الميه، مش زي طريقه امهاتنا القديمه، ومسكت السبعة كيلو لبن زي ما انتم شايفينه. انا بحب اغلي اللبن الاول يا بنات قبل ما احطه على الرز بلبن. في ناس بيحطوا اللبن بارد زي ما هو جاي من عند اللبان، لا انا بقرف بصراحه، انا لازم اغليه الاول واروح حاطاه. بصوا بقى شايفين استوى ازاي مع السكر، قسمت حوالي، حطيت نص كيلو سكر عليهم مع الميه كده، انا حاطه 2 كيلو ميه او 3 كيلو ميه. ماشي، وقسمت الرز على الاثنين على الحلتين، وسبتهم يستووا خالص كده. اروح طافيه النار، بعد ما يستوى اطفي النار واسيبهم حوالي ساعه، الرزه تفنش وتكبر وتزيد. خلاص بعد الساعه رجعت يا بنات، خلاص الرز اهي، ابتدي امسك من لبن كان غلي خلاص، طفيت عليه النار، امسك من لبن ابتدي انزل اقسمه على الحلل. بصوا بقى، وانا بعمل كده لقيت الرز كتير في الحلتين، يبقى انا كده واللبن طلع لا قليل، رحت ماسكه شويه رز من هنا ومن هنا، ورحت ايه حطاهم في الحله الثالثه النبيتي دي. فهمتوني ازاي؟ يعني الرز لما لقيته كتر، طبعا الست كوبايات رز كتروا يعني كانوا كتير، رحت لا واخده منهم حبه، ورحت حاطه كمان في الحله النبيتي، بقى عندي الثلاث حلل فيهم رز بلبن. ونزلت بكيلو سكر يا بنات غير النص كيلو الاولاني، نزلت بكيلو سكر على الثلاث حلل. طب ليه يا حنان؟ يعني انا يعتبر يا بنات من هنزله كيلو ونص سكر لاتنين الا ربع، انا بحب الرز بلبن مسكر، ما بحبوش دلع. فهمتوني ازاي؟ وهكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف. هبتدي بقى ياخد كمان بقى كمان نص ساعة تاني اللبن والرز والسكر ياخدوا غلوة تاني مع بعضهم، بقى عندي الثلاث حلل بيغلوا فيهم رز بلبن وبسكر وبيغلوا. هنا بقى رحت ماسكة كريم شانتيه والنشا، ورحت مضرباهم كلهم مع بعض في مية ساعة، وادي يا بنات ببتدي اقسمهم على الحلل. ولازم يكون معاكي مضرب تبتدي تضربي فيه، اول ما تلاقي ابتدى يبقى غليظ منك خلاص هدي النار. على فكرة يا بنات، الرز بلبن نجاحه على رأي جدتي الست الشاطرة، لما تعمل رز بلبن وتفضيه تلاقي الحله من تحت زي الفل، لا شيطه ولا رزايه لازقه ولا الكلام ده، لازم ايدك فيه على طول على نار هاديه، ما تعليش النار على الرز بلبن خالص عشان ما يشيطش من تحت ويعمل طبقه ويعمل لون او يشيط ويدي ريحه وحشه. لازم بصي على طول ايدك فيه. هنا بقى انا قسمت الكريم شانتيه والنشا. طب حنان مش عايزه كريم شانتيه؟ ما تحطيش بنات، انا ما حطيتش فانيليا. ماشي، ما بحبش الرز بلبن احط له فانيليا، ده لبن بلدي بيبقى حلو قوي بالقشطه بتاعته بالخير بتاعه، ما بحبش احط له فانيليا خالص ولا ميه ورد. انت عايزه تحطي حطي خلاص. ببتدي اقلب كده، والحله النبيتي برضو يا بنات رحت نازله بيها بقيه النشا، وخلاص وهديت النار وسبتهم يستووا شويه. بصوا بقى يا بنات، العلب دي انا جايبه ال 10 علب من دول ب 8 جنيه ونص، ال 10 علب من دول ب 8 جنيه ونص. فهمتوني ازاي؟ دول هوزعهم على الجيران عندي. العلب البيضه الثانيه اللي هي زي علب السلطه دي، انا جايبه علب كبيره على فكره يا بنات، هو المفروض تجيبي اصغر من كده بس انا جايبه كبير، دي برضو اكبر حجم. دول ال 10 ب 7 جنيه، ال 10 ب 7 جنيه خلاص، فجبت برضو منهم، دول هوزعهم عندي في المنطقه. خلاص حبايبي، دي اكبر حاجه هو حاطط لك الارقام بتاعتها. المعالق دي يا بنات الخمسه بجنيه، دي معالق صغيره الخمسه بجنيه، انا جبت دول كلهم الكيس ده كله 50 واحده ب 5 جنيه.
بصوا بقى، انا الشفاف ده هوزعه على الجيران عندي في العماره، لكن التانيين اللي هم السلاطين الصغيره اللي هي عامله زي بتاعه السلطه وسلطه الطحينه دي، دي هوزعها عندي في السوبر ماركتات اللي حواليا، الناس اللي انا بتعامل معاهم يا بنات. يعني بصوا حبايبي، انت اكيد حواليكي سوبر ماركت، اي حاجه يعني محلات تتعاملي حواليك، هي دي فهمتوني ازاي. الناس دول احنا عشره مع بعض بقالنا سنين ويعرفونا وكده، يعني مش خساره فيهم فهمتوني ازاي. ولو لقيتي وانت ماشيه حد من اللي هم يعني اللي بيكنسوا الشارع او بينظفوا، حد محتاج وزعي، ده لله، انت مطلعه لله وسبحان الله قرفته بتبقى في منتهى السهوله. بصوا بقى يا بنات، شايفين العلب الشفافه دي؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ مجير شويه، ده المجير شويه ده للسخن. وانت تشتري تقولوا انا عايزاها اعمل فيه حاجه سخنه، لازم يا بنات ماشي، لان في نوع ما بيستحملش السخن. تسيبيهم يتهووا يا حبيبتي، تفضي خالص زي ما انت عايزه، تغرفي زي ما انت عايزه، وتسيبوهم يتهووا خالص خالص، وتدخليهم في الثلاجه وتقدمي. وكل علبه معاها المعلقه بتاعتها، وربنا يا رب يشفي كل مريض ويتقبل مننا جميعا يا رب صالح اعمالنا زي ما بيقولوا. ومش عارفه اقول لكم ايه غير اني بحبكم، ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الاشتراك، ويا رب يشفي كل مريض، ودعواتكم لينا، بحبكم قد الدنيا دي كلها. حفظ الله ورعايته، انا حنان رمضان.